من جزيرة كورسيكا عبر خدمة سكايب ينضم إلي المحلل السياسي حسان القبي. أهلا بك سيد حسان. يعني من الناحية الزمنية، لماذا يتحدث الرئيس ماكرون الآن بهذا الاتجاه؟ يعني هل هو الأمر متعلق بما حدث مؤخرا بشارل إبدو؟ أولا تحية إليك من خلالك لكل فريق العمل بقناة الغد وعموم المشاهدين. أهلا بك. يعني هناك عديد من الأسباب تدفع الرئيس ماكرون حقيقة اليوم للخروج والحديث على موضوع مهم ومهم جدا. أولا كما تعرفون يعني الاعتداء منذ أيام على المقر القديم لجريدة شارلي إبدو. ثانيا المناخ العام للوضع العالمي. دعنا نقول أن اليوم هنالك دول تطبع مع الإرهاب الدولي، بل حتى توظف الإرهاب لتحقيق غايات سواء سياسية أو حتى اقتصادية. كل هذا مع الجو المشحون الذي عرفه شرق المتوسط، مع كل ذلك السب والشتم الذي كان يخرج خاصة من أنقرة في اتجاه الرئيس ماكرون. اليوم يعني جاوب بطريقة غير مباشرة، تحدث عن، ليست أول مرة الرئيس الفرنسي دعني أقول يتحدث عن وجوب الوقوف أمام الإسلام السياسي وكل الأجندة العبثية في المنطقة. دعني أذكر ربما بخطاب مرسيليا السنة الفارطة في اللقاء الاعتيادي لقمة الضفتين، الضفة الشمالية والضفة الغربية للمتوسط. تحدث الرئيس ماكرون آنذاك عن يجب الوقوف وقفة حازمة ضد الإسلام السياسي. كذلك حتى في الجرون ديبان ناسيونال على هامش ذلك الحوار الوطني الكبير بعد أحداث سترة الصفراء، تعرض ماكرون كذلك إلى هذه النقطة. الكل كان يعتقد أنها ربما للتسويق الانتخابي والإعلامي في ذلك الوقت، ولكن دعني أقول أن خطاب اليوم حقيقة فيه الشيء الجديد. شخصيا وفي أكثر من منبر إعلامي خاصة بعد هجمات باريس وهجمات ستراسبورغ، كنت نبهت على ضرورة الوقوف أمام قانون الجمعيات في فرنسا. هذا القانون الذي يعرف بقانون 1905، يعني لم يقع تحيينه منذ 115 سنة. وهذا القانون يعطي هامش من الحرية للجماعات المتشددة من أجل تبييض أموال وحتى تمويل عمليات إرهابية في العمق الفرنسي. اليوم الرئيس الفرنسي تحدث عن هذا القانون من جهة، تحدث كذلك عن أمور أخرى ومهمة خاصة الخطاب طب الديني سيد حسان الذي تحدث أيضا عن السلفية والإخوان بشكل مباشر. يعني ماذا نتوقع اليوم من قبل فرنسا من إجراءات تتخذها بهذا الإطار؟ الأكيد والمؤكد جدا أن الجمعيات التي سوف يثبت انتمائها سواء لتيار سلفي متشدد أو سواء لجماعة الإخوان المسلمين، حتى نحن ممكن نطالب أكثر من هذا، لأن الجمعيات هي اللي تعطي هنا لفرنسا الحق. عندما تكون لديك جمعية، من حق هذه الجمعية أن تمتلك حساب بنكي، وهذا الحساب البنكي قد يقع استعماله في تمويل عمليات إرهابية. يعني يجب حقيقة، يعني عندما نتحدث حتى اليوم عن الأخوان، لا يمكن للرئيس الفرنسي اليوم أن ينسى خاصة الاستثمارات القطرية الكبرى في فرنسا. واليوم نعرف دور قطر الذي تلعبه في تمويل جماعة الأخوان المسلمين. يعني كل هذا يجب أن يوضع على الطاولة. يتطلب كذلك شجاعة سياسية كبيرة. ماكرون لا يفتقد الشجاعة، كان توجه إلى أردوغان في لقاء حلف شمال الأطلسي في 5 ديسمبر، قال بصريح العبارة: تركيا تستعمل يعني علاقات مع جماعات إرهابية متشددة. حتى نحن قلنا، كنت معكم يوم العملية الإرهابية الأخيرة، وقلت أن الخطاب الذي يخرج من أنقرة قد يكون رسائل مشفرة إلى ذئاب منفردة، قد تقوم حتى بأعمال منفردة دون التنسيق مع جهات مخابراتية. ولكن هذا الخطاب يحرض، يعني حتى ماكرون ذهب إلى موضوع كذلك مهم ومهم جدا. تعرفون أن الجوامع في فرنسا ومن يشرف على تكوين الأئمة فرنسا لا يتكونون الأئمة الفرنسيين داخل الدولة الفرنسية، بل يتكونون في الخارج، وكان هناك برنامج تعاون مع الدولة التركية. اليوم الرئيس ماكرون يريد إيقاف هذا البرنامج، يريد تكوين يعني أئمة خطباء هنا في فرنسا من أجل، دعني أقول الكلمة وأنا جيد ما أقول، من أجل إسلام فرنسي. عندما تحدث عن إسلام فرنسي، إسلام لا يتنافى مع
مبادئ الجمهورية الفرنسية وقيم الجمهورية الفرنسية. طيب سيد حسان، يعني ضمن هذا الإطار، ألا هل من مخاوف فرنسية من ردود فعل لهذه الجماعات المتطرفة، خصوصا في إطار المحاولات يعني لمواجهتها والتضييق عليها؟ دعني أقول لك أن اليوم في العالم ليست هنالك أي عاصمة في العالم بمنأى عن عملية إرهابية، يعني دعنا نقول الحقيقة، ولكن ممكن لفرنسا في ظل الملفات الإقليمية التي تخوضها على أكثر من وجه، أعتقد أن المسؤولين هنا في فرنسا واعون جدا بخطورة المرحلة الحالية، أعتقد أن الأجهزة الأمنية كذلك تعمل في استنفار من أجل التوقي من أي عملية إرهابية ربما في المستقبل، لذلك فرنسا تعي جيدا أن هذا الطريق ليس هو بالطريق الهين. كما قلت لك أن تناول موضوع مثل هذا في فرنسا يتطلب شجاعة سياسية كبيرة، ولا أعتقد حقيقة أن ماكرون تنقصه هذه الشجاعة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي حسان القبي من جزيرة كورسيكا عبر خدمة سكايب.